الفكرة كلها ان انا طول الوقت شايفة مية، في تجمعات مية وبتعرق اوكي، جامد جدا في الحتة الماتيريال دي، يمكن بتاعتها الماتيريال مع انها بتقفل براند على يعني، المسام بتاعتك. دي اوكي براند اوكي تمام. فبعد كده رحت للسوق فنزلت فقالوا لي هي النضارة حلوة جدا بس العدسة بتاعتها وحشة بتجمع حرارة. قلت له يعني ايه بتجمع حرارة؟ يعني بتجمع حرارة فبالتالي ده بلاستيك، فطول الوقت انت بتحسي انك ان النضارة سخنة فانت مش عايز تلبسيها. بديت بقى مع الصنايعية بديت افهم ان مفيش صناعة نظارات في مصر، كانت فيه وقفلت مثلا من 2002. بديت واحدة واحدة بقى، ألفين مثلا واتنين 2002 كان مصنع وقفل ما قدرش يواجه كثافة المستورد. بعدين بديت بقى امشي مع صنايعية اللي بيصلحوا، هنمشي بقى في البادي بتاع النضارة شكله ازاي، ابعادها ازاي، طبعا هما ما يعرفوش. فكنت بقى اقعد بقى بالساعات وابدا اقيس واشوف، انا ما عنديش ستاندرد امشي عليها، انا لسه هحط الستاندرد اللي امشي عليها وكذا. اول نظاره خدت منها 3 شهور، واحده كتير، واحده ثلاث شهور 3 شهور، وهي طاشة. اتكسرت كذا مره واتعملت، وبدا الناس تزهق مني وقالوا لي الموضوع مش هينفع وانتي بتضيعي وقت واحسن لك يعني رجعي للجولري اللي انتي بتعمليها. اول بعدين بديت قلت لهم طب نمشي كده واحده واحده، بديت اشتغل فريمليس، لقيتها ان هي هتبقى سهله مع صنايعيه من غير فريم، من غير من غير الإطار فريم بتاعها من اللي غير هو فريم الشامبر. يعني احنا هنشتغل في تشكيله العدسه، لان مصر يعني او الصناعيه شاطر يعني. انت مثلا تبقي عايزه نظاره قياس بتجيبي الفريم وبتروحي تقولي له انا عايزه العدسات على الفريم بالظبط. ده تمام، فهو بيشكل العدسه، بيشكلها بشطاره جدا، بيشكلها يدوي. في لسه محلات في باب اللوق بتشكل يدوي ايوه، توتالي، فبالتالي من سهل غير المكنه بتاعه تخريط العدسه دي. يعني هي بتخريط، وفي لا وفي حاليا مكان تحطي بس كده العدسه خلاص تطلع الشكل بالظبط. من غير اي حاجه، لكن في اليدوي ده ممكن استغل الصنايعي وان انا اعرف منه او اخليه يبدع معايا في ان احنا هنطلع شكل جديد مش موجود في البراندات جميل. بس. فواحده واحده بقى اشتغلنا فريمليس، قعدنا 3 سنين بقى او يعني من سنه بس كنا شغالين فريمليس بقى. حلو قوي. ففكرة ان انا الفريمليس، وكانت عندي بقى المشكلة في الاطار بقى، ان انا ازاي اعمل، طب انا خلاص هشتغل فريمليس، الفريمليس ليه شروطه، ليه ان الناس تحافظ عليه بطريقة معينة، واحنا بالظبط. كمان بننصح الناس عندك عدسة خصوصا بعد اللي حصل لي في مشكلة العدسات، بقول العدسة لازم تبقى طبية في الاول وفي الاخر، لازم تبقى طبية شمس نظر لازم شمس، تبقى تمام. حتى يعني الناس بتقول طب انا يعني ايه طبيه، طبيه دي يعني من غير شمس، بقول لهم لا في شمس، في طبي شمس طبعا، ايوه. اوكي. فبنبدا بقى نفهم الناس الكلام ده، فالفريمليس بيبقى ليه استخدامات معينه. فبديت احس ان الناس مش قادره تلتزم بالحفظ فريمليس، ان انا احافظ عليها، ان انا مثلا احطها في الجراب بتاعها ما اركنهاش في اي حته عشان مثلا لو حاجه وقعت عليها تتكسر. أكيد. فبديت ان انا احاول معاهم تاني من سنه في قصه التوتال فريم، احنا تمام. هنشتغل توتال فريم، هنعمل الاطار المعدن ده. يعني بيجي لي 4 سنين بحاول معاهم في ان النضارة انا انت لابساها انت اللي عاملاها انا طبعا لابساها طبعا، دي واللي قدامنا دول كل ده انا عاملاه، حلوين قوي بس قوي. دي كانت الفكره في ان انا ازاي اطلع الفريم المعدن ده من مكان يدوي، يعني من ايدي مش من مكان، سوري معلش، من ايد، من حاجه شبه كده. طبعا هاند ميد. هاند ميد ده، دي مش يعني دي بتطلع من مكان، هم قالوا لي مش ممكن هتطلعي دي تطلع من مكان وبتجي لنا وات ايفر من البلد اللي احنا هنستورد منها، يعني بتجي لنا جاهزه من مكان، هتطلعيها ازاي يدوي. هنا بقى انا ما لجأتش خالص لباب اللوق، هنا بقى لجأت للصاغه، قعدت بقى مع صنايعي صاغه بيصنع الغوايش. جات لك الافكار دي ازاي؟ جات لك ازاي انا عشان اشكل اروح الصاغه ما اروحش باب اللوق؟ يعني باب اللوق معروفه هي هناك النضارات وكل الحاجات دي. وقت بقى وقت مع صنايعي، وبيبقى هو زهقان منك لانك انت بتعطليه عن شغله، بس بيبقى عنده جواه حاجه بذمتك ما قالكش ما ينفعش؟ اول كلمه قالك ما كتير ينفعش؟ كتير، اول حاجه ما ينفعش. بس بعد كده لما برجع له تاني بيقول لا هحاول معاه، بيبقى عنده جواه حاجه لا ساعتها هي ممكن تنجح، يعني هو الدنيا تحدي ليه هتمشي هو معاه. شخصيا قدام نفسه؟ هو يقدر يعمل ويقدر انا يطوع النضاره اللي انا لابساها دي لما طلعتها، الفرحه اللي كانت في في سواء المحل في كله. الصاغه ولا في سوق النظارات، فرحه ما كانت شاء كبيره الله. جدا انت ان احنا بتمزجي بين وصلناها. الفرعوني والحاجات المودرن؟ احنا الفكره كاستومايز، انا لما الكلاينت بتجيلي بقول لها بصي انا احب انك تقولي لي عن نفسك اكتر، انت حابه ايه؟ طبعا اكتر حاجه طبعا الناس اللي بره فرعوني،
تمام طبعا. وفي ناس مره واحده جات لي انا فاكراها كويس فلسطينيه مهاجره وقالت لي انا عايزاكي، قالت لي انا عايزه فرعوني مش عارفه، قلت لها طب ما تيجي نتكلم عنك. عن فلسطين. فبديت اعرف مثلا هي طلعت في رام الله وان هي كانت هناك والمدرسه بتاعتها هناك، فبديت اقول لها طب فاكره مثلا، بديت انا ادور بقى فلقيت مثلا في ميدان هناك مشهور اسمه ميدان المناره، وبديت اتكلم عن اغصان الزيتون في النضاره، وبعدين بعتها لها كانت مبسوطه بيها. وفي اخر حاجه بتبقى جيفت معانا ان احنا مثلا بنكتب اسم الكلاينت على النضاره، فهي زي النضاره عبرت عن اللي هي حباه، عن التصميم اللي هي حباه. واحيانا بندي مثلا جيفت مثلا حلق او اي حاجه بيبقى جزء من التصميم النضاره، فهي قالت انا بتبقى فات بقى اللي هو والحلق كمان علشان اقرب حاجه اقرب حاجه سلسله النضاره بتبقى جزء من يعني بتبقى من فيها من التصميم بتاع النضاره. فبدات تقولي لا انا يعني انا هي قطعه، انا احنا مش هلبسها، قالت لي مش هلبسها، هي قطعه بتفكرني بالحاجات القديمه والحاجات الحلوه. فهي مش الفكره في تراث معين قد ما الكلاينت بيجي لي بيقول لي انا عايزك تتكلمي عن كذا فطلعه لي في النضاره. هايل يا مونيكا، هايل طبعا. مع حفظ الالقاب ليكم انتوا الثلاثه دكاتره ما شاء الله. بس ايه، انا طبعا من حبي فيكم وانبساطي ان انتوا موجودين معايا فبتكلم معاكم من قلبي. نادين، حكايه اللقطه الواحده. اللقطه الواحده هي مجموعه فنيه بدات من 20 سنه، هي مجموعة فنية من 20 سنة. بدأت في الأول من بعد الطلبة، يعني الدكتور عبد العزيز اللي هو صاحب اللقطة أوريدي وصاحب فكرتها، أيام ما كان في الكلية كان بينزل هو ومجموعة صغيرة تمام يرسموا كل جمعة الساعة 8 الصبح في المعز مثلا كده. وبعد كده بدأوا إن هم من الإنتاج الفني اللي هم عملوه إن هم يعملوا معرض. بعديها شوية شوية عدد الناس زادت، فبدات بقى تستمر ان هو يبقى كل فتره بنعمل معارض. عددنا زاد طبعا، فبقت فتره كمان بقى في ورشه انه سنه اولى لقطه دي الناس تدخل تتعلم كل خامات الالوان، الظل والنور، اسس التصميم والتكوين، كل حاجه. دي انا الفتره دي اللي انا دخلت فيها بقى، يعني بعد ما اتعلمت كمان في الدراسات الحره تبع كليه فنون جميله اتعلمت تاني برضو في اللقطه. ولما يعني بعد ما بقعد سنه في اولى لقطه ببتدي بقى ان انا ادخل لقطه كبيره اللي هي معارض وكده. فهي الفكره الاساسيه بتاعت اللقطه ان احنا بنشتغل على معرضين في السنه، واحد لقطه وواحد موضوع. اللقطه دي احنا كلنا بنرسم حاجه واحده بس من زاويه واحده، بس باساليب مختلفه بقى. والموضوع بتبقى فكره عامه شويه. فهي بصراحه السبب ان انا يعني مستمره برضو في الرسم، ما بينقطعش حتى لو انا يعني زهقانه فتره او كده، بس لا الفكره ان انا اكون متواجده مع مجموعه فنانين طول الوقت شايفه ستايلز مختلفه ليهم، ده بصراحه ساعدني جدا.